وضع السيد الكاظمي منذ بداية توليه السلطة حتى خروجه منها. خلي أتبعها. جيء بالسيد الكاظمي وكان خيار ولم يكن اختيار. خيار. هذه نقطة مهمة. خيار من؟ خيار قوى سياسية على تظاهرات على قوى يعني كان خيار لم يكن اختيار. أنا أكد على هذه النقطة. أنت اليوم أكو فرق ما بين الاختيار والخيار. جيء به كخيار وكلف بأمرين مهمين ألا وهما إجراء الانتخابات والكشف عن قتلة المتظاهرين. هذه اللي الانتخابات اللي أخذتنا إلى شفا حفرة من الاقتتال حرب الحرب الأهلية وقتلة المتظاهرين إلى هذه اللحظة. يعني يجوز يشاطر لزميل الرأي إلى هذه اللحظة لم يظهر لا القتلة ولا من أعطى الأوامر بالقتل. فضلا عن ذلك بعد الانتخابات احنا هم لا ننسى هنالك قتلى من القوى التي كانت معترضة على الانتخابات اللي كانت عند بوابة الخضراء. أيضا كان سقطوا شهداء وجرحى ومن التيار الصدري أيضا. جيد ومن التيار الصدري ودخول المنطقة الخضراء لأكثر من مرة. ويعني الرجل لم يكن موفقا منذ توليه حتى خروجه، وبعد خروجه اليوم يدعي بأنه هو كان الأفضل والأحسن والأروع والأجمل وإلى ما شاء. هذا ادعاء مو حقيقة؟ لا يدعي. لا إذا تجعل حكومة الكاظمي فهي نقولها وفي القلب حرقة. أسوأ حكومة؟ وبغصة أقول بأنها هي أسوأ حكومة جاءت. جيد. يعني شنو اللي كانت تمتلك الحكومات اللي سبقت الكاظمي حتى نقول يعني أنها أسوأ حكومة؟ أفضل من حكومة السيد الكاظمي. السيد الكاظمي اليوم حتى سلم للسيد السوداني تركة ثقيلة من الفساد، من المشاكل على المشهد السياسي، من المشاكل على المشهد الاقتصادي، من مشاريع متلكة ومتوقفة، أموال أهدرت. احنا اليوم انا كمواطن اليوم ما بدي اسال اقول لك انا سلمت السلطه في وضع مالي مريح للعراق، واذا ما كانت عندكم ملفات فساد فكشفوها. الرجل زين هو انت عندما سرقت الاموال الضريبه انا اللي كشفت، ليش ما كشفت عن الفاسدين والمفسدين؟ ليش ما كشفت عنهم؟ اليوم هو خارج السلطه ويدعي بانه لدي ملفات. زين انت خبت بالسلطه كان عندك سلطه وقوه، ليش ما جبت هذول الفاسدين وأعدت حق الشعب؟ هسه على الأقل عوف حق الدولة بس اعطيني حق الشعب. أنا حق الدولة من تجيبه ذبه بالسجن، بس حق الشعب من ترجع الأموال المسروقة ترجعها إلى خزينة الشعب. هذا الخطاب خطاب قوي أم خطاب متخوف بالنسبة للكاظمي؟ لا هذا تباكي. تباكي على ما؟ استجداء. هذا استجداء واستعطاف لمشاعر الآخرين. أنا اليوم أنا لست بصدد الهجوم، ولكن أنا أسولف معطيات، أسولف واقع. هذا واحد اثنين ثلاثة إلى آخره. هاي قدامك كنت أشوفهن، أنت طلع من عندهن السلبية من الإيجابية. أنت تعرف وأنا أعرف كمواطن. أنا اليوم أتساءل أقول قانون الأمن الغذائي أمواله وين؟ سيد الكاظمي كان في عهدتك الأموال. الارتفاع اللي صار بأسعار النفط هاي الانتقال اللي صارت أموال مستمرة وين؟ أموال الأمن الغذائي للحكومة الحالية تصرف. الحكومة الحالية تقول ما وصلت من الأموال التي كانت في خزينة الدولة، مو نفس الأموال اللي ادعى السيد الكاظمي وجودها والحكومة التي كانت في وقت السيد الكاظمي.